ونستمع للمقترحات الغنية للمواطنين والمواطنات ديال العمالة. أيضا جئنا لنعرف ولنطلع في أي مكان على الإشكالات التي تؤرق السكنة الأهلية ديال العمالة على مستوى التمكين الاقتصادي والمهام الأساسية للقطاع العمالة. أيضا على مستوى الحكامة المناخية والبيئية، لأنه هذه العمالة على مستوى الوطن معروفة عندها واحد القيمة جد 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 مهمة على مستوى البيئي. ومن المهم ديالنا كمجلس الجامعة الأطفال الحسينية أننا نحافظوا على التنوع البيئي اللي كتحظى به هذه العمالة، أيضا الارتقاء وتثمين هذه المهنة البيئي الذي يميز هذه العمالة. أيضا المحور الثالث هو متعلق بالدمج الاجتماعي. كما تعرفوا على أنه المؤشرات ديال التنمية البشرية ديال هذا الإقليم وديال هذا الفندق، مجلس الجهة مهتم غاية الاهتمام بالرفع من هذه المؤشرات ديال التنمية المستدامة. وهذا الرفع ممكن يكون إلا عن طريق دمج ديال الفئات الهشة، وأنا كنقصد هنا النساء في الولايات الصعبة، كنقصد هنا أيضا أشخاص في الولايات الإعاقة، كنقصد الطفولة، كنقصد أيضا الشباب والشابات، باش نقضيو على واحد مجموعة ديال الظواهر، منها مثلا الحظ المدرسي، بينها ارتفاع مؤشرات البطالة، بينها أيضا مسألة التكنولوجيات اللي كتحرك الفئة ديال الأشخاص في الولايات المتحدة. هذه الأمر الثالث كذلك عطى بأهمية بالغة، مجلس الجهة مهتم بالإنصات للمقترحات ديال المجتمع المحلي في هذا السياق. المحور الرابع أيضا متعلق بالشفافية والحكامة الرقمية الإدارية. جئنا نستمع للمقترحات ديال المجتمع المحلي، كيف يمكن لمجلس الجهة أن يطور خدمات رقمية التي تقدمها للمواطنين والمواطنات على مستوى وسائل التواصل الرقمي، على مستوى التطبيقات الهاتفية. المحور الخامس أيضا في هذا اللقاء التشاوري الهام متعلق بريادة الانفتاح. السؤال الذي يطرحه مجلس الجهة على مكونات البدنية ديال المدية، كيف يمكن لمجلس الجهة أن يكون فاعلا ترابيا أساسيا للنهوض بالأدوار ديال المجتمع المدني كما هي مقسطرة في دستور المملكة المغربية ديال 2011؟ كيف يمكن للمجتمع المدني على مستوى العمالة أن يقدم مقترحاته وأن يكون شريكا فعالا في صنع القرار التنموي على مستوى بلورة السياسات المغربية الترابية، على مستوى تتبعها، على مستوى تقييمها، وعلى مستوى قياس أثرها؟
إذن هذه المحطة هي محطة تفاعل وإنصات وبناء مشترك لخطة عمل نطمح في الاستراتيجية أن تكون هي التعاقد الذي يجمع الجهات مع فعاليات مشتركة مع كافة المواطنين والوكالات بعملات مليئة. نايم الزكري منسقة لجنة الإعداد المشترك مفتتحة 2023 لقاء اليوم ويندمج في إطار لقاءات ترابية منظمها مجلس الجهة لإعداد هذه الخطة. هذا هو اللقاء السابع، لقاء ما قبل الأخير الذي تم تنظيمه في مدينة تطوان. الهدف ديالنا من هذا اللقاء هو التواصل والانفتاح على المجتمع المدني المحلي لإعداد خطة عمل تستجيب بشكل كبير وبشكل فعال لاحتياجات ساكنة عمالة مضيق الخندق، بالإضافة إلى التشاور العمومي الترابي اللي قررنا كمجلس الجهة أننا ننزلوا الأقاليم والعمالات باش نستمعوا المواطنين ونستمعوا مباشرة لاحتياجات ديالهم، الاحتياجات الخاصة لكل أقاليم، لأن كل أقاليم وكل عمالة الاحتياجات ديالهم تختلف عن الأقاليم الأخرى. بالإضافة إلى هذا التشاور كان مجلس الجهة من تشاور رقمي موسع لعموم ساكنة الجهة في إطار بوابة، البوابة موجهة لعموم ساكنة، لكل مواطن مواطنة ممكن يدير رأي دياله بشكل خاص يشوف شنو هي الاحتياجات الخاصة اللي عنده. حنا بالنسبة لنا في لجنة الإعداد المشترك غادي نقومو في النهاية بعد انتهاء اللقاءات التشاورية تفريغ المشاركات اللي تلقينا على في البوابة، وغادي ندمجو أيضا المخرجات ديال اللقاءات التشاورية. بالمناسبة اللقاءات التشاورية تنصب حول خمس محاور رئيسية. هاد المحاور كنشتغلو فيها بطريقة موضوعاتية، كتخص التمكين الاقتصادي، كتهم النوع الدمج الاجتماعي، كتخص ريادة الانفتاح وتعزيز المشاركة المواطنة في تراب مجلس جهة طنجة تطوان بسمة، كتخص أيضا تعزيز الشفافية والحكامة الرقمية بإدارة الجهة، كتخص أخيرا موضوع ديال تعزيز الحكامة البيئية والمناخية بمجلس الجهة. شوف جهة طنجة كانت الجهة الأولى اللي انخرطت في الشرق الأوسط، كيف جات هذا؟ طبعا شاركت الحكومة المفتتحة باش نعرفها بشكل مفصل جدا، شراكة متعددة الأطراف، شراكة عالمية. طرفها الأول هو الدولة والمجتمع المدني أو البرلمان والمجتمع المدني، وأيضا الجماعات الترابية والمجتمع المدني. الدولة انخرطت في سياق الإصلاحات السياسية اللي بدأت مع الربيع العربي والطفرة الدستورية اللي عرفها المغرب 2011. الدولة انخرطت سنة 2008، مجلس الجهة انخرط بعدها بسنتين 2008، انخرط في البرنامج المحلي لشراكة الحكومة المفتتحة، فكان بذلك أول جهة في المغرب وأول جهة في إفريقيا وأول جهة في الشرق الأوسط اللي كنخرط في هذه الشراكة. شكرا. كنشاركوا في هذه الورشة هذه اللي كتعلق بالحكومة المفتتحة اللي هي برنامج دولي للأمم المتحدة وخاطط في المغرب ابتداء من 2018. حقيقة أن كان عندنا واحد اللقاء مع غير المجتمع المدني فيما يتعلق بالمشاكل ديالهم والإنصات ديالهم، وكانوا يشرحوا المشاكل ديالهم من مجلس الجهة طنجة تطوان، بالخصوص مع الإقفال الإقليمي هذا اللي كيعاني واحد النوع من التهميش، فيما يخص كل القطاعات، عنده مؤهلات كثيرة ولكن كيعاني من مشاكل بعد ما وقفت التجارة ديال باب 6،
الاقليم ما فيهاش مناطق سياحيه، مناطق صناعيه، فيه ميناء مؤهل باش يكون كل شيء، ولكن باقي كيخصو بزاف ديال المسائل باش يكون ميناء في المستوى. وبالتالي حنايا اليوم كتعرفنا لقاء معاهم، وغادي نحاولوا ما امكن باش نوصلوا هذا الشيء بكل امانه من مجلس الجهه وندافعوا عليه كاعضاء ديال الاقليم هذا. شي كلمة أخيرة سمو، شي كلمة أخيرة تقول فعاليات المجتمع المدني، شي رسالة، شي رسالة، شي كلمة أخيرة، كلمة حرة. الكلمة الأخيرة هي اللي بديت بها هذا في وسط الاجتماع، هو أن كاين خلل في المشرع مما أحدث ميثاق القانون 114/114/114/114 هو أن واحد اللجنة مهمة كانت داخل المجلس الجهة هي لجنة الصيد البحري، وقفلها المشرع وبقات هذه اللجنة قائمة، وبالتالي هذه التوصية من هذا اللقاء هذا باش تفعل هذه اللجنة ولو بصفة مؤقتة. شكرا. كبير لجميع الفعاليات، وان هذه شراكه الحكومه المنفتحه هي حل من المواضيع التي كتلقى واحد الاستحسان، وكتلقى ايضا واحد الاقبال كبير من طرف جميع الفعاليات. دليل على ذلك ان تراقص هذه الجلسه من طرف السيد رئيس مجلس جماعه المضيق يؤكد على ان الانخراط التقليدي لجميع المنتخبات المنتخبه ايضا بحضور شخصيات اليوم. الغرض من هذا هو اننا نبحث عن التزامات تكون يعني تبقى الى طموح حتى مجلس الجهه، لان اليوم ما ننساوش بان ايضا مجلس الجهه في اطار اعداد منهجيه وخطه عمل يجب ان يتنافس مع مجموعه من يعني الشراكات الاخرى العالميه، لان هذه شراكه عالميه، وبالتالي اذا كانت المبادرات يعني عندها خصوصيتها وعندها جانب ابتكاري، فحتى مجلس الجهه بطبيعه الحال غادي يكون عنده هذا الحافز باش فعلا ينخرط ايضا مره اخرى هاد شراكه الحكومه المنفتحه. شراكه الحكومه المنفتحه انا كنعتقد بانها هي فرصه لجميع خاصه الجماعات الترابيه باش تعمل اولا على تنزيل برامجها، لان كنعرفوا كاين برامج التنميه الجهويه، كنعرفوا ايضا المخططات المحليه، ولكن التنزيل كيكون احيانا اشكالات، ولكن بفضل هاد شراكه الحكومه المنفتحه على الاقل كيكون تنزيل بطريقة ديمقراطية، بطريقة تشاركية، بطريقة تجعل حتى المواطن ينخرط، لأنه صحيح أنه كيكون أحيانا مجهود مبذول من طرف الجماعة الترابية، ولكن في إطار التنزيل كيكون إشكال، المواطنين لا ما كيكونش على عين، ما كيكونش أحيانا يعني بعض الأولويات ما كتكونش حاضرة. إذا من خلال هذا العمل ربما أننا إن شاء الله نطمح إلى جعل الثقة بين المواطنين وبين المنتخبين تكون ترقى الى طموح الجميع، يعني الشرائح، وتكون تلبي الحاجيات ديال الجميع، لان حنا بغينا نمشيو لذاك المبدا ديال يعني رابح رابح، المنتخب يكون رابح والمواطن ايضا يكون رابح، وربما هذه يعني منهجيه جيده جدا المغرب انخرط فيها من جهه طنجه تطوان حسين انخرطت فيها، وهذا ايضا نداء الجماعات الترابيه ديالنا ديال الجهه ديال طنجه تطوان حسين اذا تنخرط باش فعلا تكون ديناميه اكبر ويكون مجهود اكبر.